اللباس الاعوان المستخدمين تنقل داخل المدنات، لوازم المكتب، الطباعه، الاوراق، الاستقبال، الاطعام. ماشي مشكل. ثانيتا مازوت، مازوت تغاث في 2021 9 مليون، 2022 اقترحن 20 مليون، زيد 9 مليون و 20 مليون. باش هاد القيمة هاد الطنوبين، الطنوبين الجماعة الملاهي، لأنه مازوت حتى المواطنين على حساب شكاية المواطنين خميت خصنا نستافد نزيشن الآليات الجماعة عايدي تجان ديال ملك المواطنين قناصة مازوت صغارهم. قطاع الغيار والإطارات المطاطية وكذا هادي 50,000 درهم، ألوغ كو مخصهاش تجاوز 20,000 درهم. صيانة وإصلاح السيارات والآليات 40,000 درهم، مصاريف تأمين السيارات 100 درهم، شراء الصباغة 10,000 درهم، شراء المواد المطهرة 2021 تغات 2,000 درهم، الزور 10,000 درهم. واخا مصاريف تهيئ لوائح أجور الموظفين من طرف مؤسسات أخرى، مين عنات المؤسسات الله أعلم، باش غدا مد نص الأوراق نسن لي فاكتور يناثن وغادي نوالو 12,000 درهم. ثاني تا سيدي نش رسوم ومستحقات المواصلات اللاسلكية، يعني التليفون الجماعة دلانتر 3 مليون، بالله عليك 3 مليون من التليفون الجماعة. ماشي نسن مرة كمواطنين داخل المملكة المغربية، نسن العروض من الشركات الوطنية من خلال اتصالات المغرب نكوينات انه اللي ميتي عباد الله، تقول التليفون اللي ميتي ما يتصل 400 درهم ايش، اللي ميتي سيور ما يتخسر 400 درهم ايش، وتدي عام شحال يدير 400,000 500,000 وسامحاي لحدود الساعة شوالي مسخورة. هادي جل المشروع داني تو ايش المشروع، وهادي اذا لمسخ هادي يخدم المصلحة للمواطن، وهذا يجي ما نزدا نخدم المصلحة للمواطنين، ما نزد نشينا نخدم المصالح الشخصية والمصالح النينادن وكدا قال انتظارات المواطنين تنقراني والمسؤولية تنقراني، قال خص قال احتقان، قال احتقان اجتماعي، قال احتجاجات، قال زمان ساهم ديما انا، قال زمان وجا نشين ضد التوجهات من صاحب الجلالة بخصوص النموذج النووي وبخصوص مجموعة من التوصيات اللي يمكنش. تليفون الجماعة 30,000 درهم، 3 مليون عباد الله يا عم، تايزا يدي تجاني يعني ضمن الاختصاصات الذاتية لمجلس الجماعة ضد السوق، تايزا قادي نجي الفيديو السي يونس، كارثة ومدنوسة غا المداخل الناس ذي عام 100 درهم، إذا اعتراف ضمني شفت قادي المداخل ضريبة الذبح 100 درهم يا عم. وات السبحين وتعدد تقذ التزيين وتقذ الأطعمة وتقذ الاستقبال وتقذ التنقل، إوا حذر تايزات، قمرة تحذر تايزات، أبتغاك ضمن الاختصاصات، شك من الواجب خاك تقل لأنها ضمن الاختصاصات الذاتية، وديج المسألة اجتماعية للمواطنين، تجار تعانان، الساكنة مهددة سس الأوبئة النظمانين الشروط النظافة المجزرة. بالاضافه في نهايه المطاف انه المجزره تقاري تستهدف 100 درهم، ايوا عذره بعد المجزره، ما 3 مليون من التليفون، ما التزيين، ما الاطعام، ما الاسكان، ما التنقل، ما التعويض، ما قمه العابات. انا راه ما يمكنش نهار تحشم الساكنه من جماعه ام هاجر، وشفا كيف سبد ما تحمل المسؤوليه، تحمل ما راهو التحمل بالمسؤولية، أنا لست منكم، شا حاجة تخدم أقيتهم شتي خناني فاسدين، وخدم مشى، كنقي مامو، تواصل كني وتوكي ما تواصل ميك الساكنة ولا يك الإعلام ولا يك وينا، ناش بقى منتخب من طرف الساكنة خصك يتواصل، ما أنا يخصك يفغى الوجود، باش الساكنة تسن، والزنوزة نقول والو، أنستمر.
اعانات لمؤسسات اخرى اجتماعيه 100000 درهم كاع الغايش 200000 درهم. الصيانه والاصلاح الاعتيادي للمقابر 5000 درهم، تقييم 5000 درهم وهذا صغير، لانه مثلا شي نسل مساله للمقابر ديال نرجعوا النخ العائله النخ عاصي جرام زياد دينا ديال العرف النخ التقاليد النخ تستاهل، ولكن هو تستاهل ب 5000 درهم ديال عام هو سي شحال راه المقابر على مستوى تراب جماعه ام هاجر. لهذا لا اظن ان هذه الميزانيه تسمى الصيانه الاعتياديه لمنشات الإنارة العمومية 25000 درهم، بس قاعد نتغى 40000 درهم، مع العلم أنه الساكنة بدا قانا شحمي داح شان تفوت تخصى شان تفوت نقوينة تصغن اثنين زي المصاريف من الساكنة. واخا مستحقة استهلاك الإنارة العمومية 99 مليون، 99 مليون في 2021 نهارا في 2022 قاعد 120 مليون. اما باش توصل سي يونس بالنسبه اتصل الافكار نجتهد نقدم كل من غاخزي الافكار المقترحات لسيد الرئيس للمجلس ككل الساكنه باش نحاول نقدم اضافات استحقت الاستهلاك الاناره العموميه السن ديال لا غاك ميزانيه ضعيفه تقض 99 مليون نهار تقعد 120 مليون قام انت الاشكال هو نيت خص نعالج الاشكال نتفاوت. فانا ارى التكنولوجيا ذي مجموعه الجماعات وظنت انه تكنت من اجل تخفيف الفواتير تخفيض الفواتير الاناره تكنتينا ديال الطاقه الشمسيه تسوكايش يعني تقتصد مجموعه من الناس شي نعاد نعمل يمكن في مصر شراء عتاد صيانه نقط الماء 10000 درهم 2021 اللي هي مليون فرانك و 2022 10 مليون. سداد المقاولات 100 درهم، صوائر المسطرة وإقامة الدعاوي 10000 درهم، قيمة 10000 درهم. نظام المساعدة الطبية الراميد توات 15 مليون، دور 18 مليون. إذن هي في نهاية المطاف من غادي تيش زي مجموع المصاريف تيشاو نوض 600 مليون و 38 مليون 2000 درهم. اذا العجز باش نصادق في الميزانيه هي قاغاش نصادق ناقص 240 مليون نوماوس استاني عاد الزيس تقيم خيت تسمى كماوس وانش داخل الجماعه ما عرفش. إذا نتمنخ يا إثما سويثما المواطنين على الخصوص الساكنة أم هاجر المهتمين بالشأن المحلي التدبير الشأن المحلي جماعة أم هاجر كاين اللي يصدغن داخل تراب الجماعة وين يتجن غباري ومال زي الجالية ونشي نستن أن دين يجل الاهتمام ضام قران الجالية يكثموا على الناس. نتمنى تيريا نتواصل ذاك اليوم نوضحو مجموعة من النقط. صراحة نش كمستشار جماعي رفض دخل الميزانية وخاص صوت خشا لأنه لا تخدم مصلحة الساكنة وليس أي مشروع نهائيا وليس حتى شي مشروع بالنسبة لسنة 2022 غيتنجز ني من الاختصاصات الذاتية ولا من الاختصاصات المشتركة ولا من الاختصاصات المنى. فبالتالي رفضت و يعني نتمنى أن اجتهد أخيري يجي للمجلس وتيري انطلاقة حقيقية، ولكن الميزانية هي المقترحة هنا الأمور لا تبشر بالخير. ذي المجموعة الانتظارات الأولويات الساكنة تهم ما هو اجتماعية ما مش نسيور خلمش زارة بشكل مستعجل خصات الصيانة نسي.
غير مدرجة داخل هذه الميزانية من 2022. ذين مجموعة المشاكل داخل المداخل أضقمة التنينتات، لأنه المجلس يقام أن يجتهد باش نعالج الضعف الميزانية ونطوازي المداخل للجماعة على مستوى التواصل. وذين بوش التواصل مع العلم أنه نش تمني خنجز البوابة الإلكترونية للجماعة ما يتواصل الساكنة إلى الجماعة، لا من داخل الجماعة ولا بالنسبة للجالية على المستوى الخارج. فلهذا بكل صراحة نتشكى الإعلام إذا خيوشين الفرصة من أجل التواصل إلى الساكنة، ونتمنى أن يري قد المسؤولية، ونتمنى تيري نوضح مجموعة من المسائل وثمانية غينيخ ومنية لا يشرف ساكنة جامعة أم هاجر التي تستحق فعلا العيش الكريم، تستحق العدالة الاجتماعية، تستحق شروط العيش الكريم. لا نعود في الموضوع إن شاء الله. خلاصة القول أنه نش رفض المقترح عن الميزانية المالية، وأومنوا شيء النسخة وباش باش المواطنين الساكنة يغاي جالي اهتمام أضطلع من خلال الميزانية. وهذا وش الرأي نسنراني اثنين، وش تستحق المصادقة ولا لا تستحق. تمني في المرة القادمة إن شاء الله من السيد الرئيس أن يشرك الجميع، شين ذنيتا لا نمثل المعارضة، نمثل ساكنة، ليست لنا أي حسابات لا شخصية ولا سياسية، غاخ مشكل المشاكل اللي تعانى الساكنة المهجة الجماعة المهجة وفقط فوض القاسم المشترك جارة نغدا كيسن نازو نشتغل إن شاء الله. تمنيخ هذه يتم إشراك المجتمع المدني، إشراك المعارضة، إشراك الجميع باش يعني ما ندير شان التغيير إن أردنا فعلا ندير التغيير. والسلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لكم مرة أخرى.